السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. اليوم نهار جديد ووصفة جديدة، فاليوم إن شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا وصفة كيبغيها الكبير والصغير. فبالنسبة لي غنحضروا أملو، غنحضروا بأسهل طريقة وبطريقة اقتصادية. فبالنسبة لهاد الأملو فأنا غنحضروا بالكاوكاو. فندوز المقادير، عندي 500 غرام ديال الكاوكاو. بالنسبة للأملو فكنخدم أنا بهاد النوعية ديال الكاوكاو. كذلك عندي كاس خليط ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون، وكذلك عندي العسل. بالنسبة للنوعية ديال العسل اللي خدمت أنا فخدمت بالعسل ديال الليمون. فأنا قبل فرا عندي كاوكاو حمرته وقشرته بحال هكا. من بعد كناخد أن طوطروا ديالي وكندير فيها واحد الكمية ديال الكاوكاو. من بعد كنبدا نطحن فيها. من بعد ما كنطحنها كنبدا نحرك فيها بالمعلقه، كنحركها مزيان. من بعد كنضيف شويه ديال الملحه وكنعاود نطحن. هذيك الساعه ملي كطح ليا مزيان فكنضيف ليها حسب جوج معالق ديال الخليط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. واحد النصيحة، وياكم تطحنوا الكاوكاو مع الزيت وهو باقي ما طحنش مزيان، يعني خاص حتى الكاوكاو ديالنا يطحن مزيان عاد نضيفوا ليه الزيت. الا مشينا تضفنا ليه الزيت وهو الكاوكاو باقي ما طحنش مزيان فكيتعلق لينا وما كيبقاش يبغي يطحن كاع. من بعد ما كنطحن كاوكاو مزيان وكنضيف ليه الزيت فكيتعلق ليا كاوكاو وكيخرج كاع داك الزيت اللي فيه، كيخرج ليا بحال هكا كما هو موضح في الفيديو. فكناخذ واحد السلافه كبيره وكندير فيها داك الكاوكاو اللي طحنا مزيان. من بعد ما كنكمل الكميه ديالي كامله ديال الكاوكاو في الطحين فكندوز باش نخلط باش نوجدو املو ديالنا. وهنا بقى عندي حساب كاس لاروب ديال الزيت، فغنضيف حساب ربع كاس ديال الزيت وغنضيف شويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه فانتوما اللي كتحكموا في الطوق ديالكم. بالنسبه للناس اللي مكيبغوش املو يكون مالح فيمكن ليهم ميديروش ميضيفوش الملحه. فبالنسبه لي انا كنبغي الذوق ديال الاملو يكون شويه خليط ما بين الملوحه والحلاوه. فكنخلط الخليط ديال الاملو غير بالمعلقه فكنخلطو مزيان. من بعد كنضيف لي حساب جوج معالق كبار ديال العسل. بالنسبه للعسل فانا قلت لكم خدمت ديال الليمون. يمكن لكم نتوما تحكموا في الحلاوه. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الاملو يكون حلو بزاف يمكن ليهم يديروا اكثر من هذه الكميه ديال العسل اولا ديال الحلاوه.
فانا كنبغي الحلاوه عاديه، يعني فدت جوج معالق ديال العسل، فهنا ضفت جوج معالق ديال العسل. فكما قلت لكم نتوما اللي كتحكموا في الكميه ديال الحلاوه. من بعد ما كنخلط املو مزيان مع العسل، فكنبدا نضيف في الزيت اللي عندي، فكنبدا نضيف بشويه بشويه وانا كنخلط. فهنا غنضيف الكميه الاخرى اللي باقا ليا في الزيت. فبالنسبه الكثافه ديال الاملو نتوما اللي كتحكموا فيها، الا بغيتوا الكثافه تكون اكثر من هكا، خفيف اكثر من هكا، فغضيفوا اكثر من كاس. الا بغيتوا الكثافه تكون بحال هكا فديروا غير كاس ديال الخليط زيت الزيتون وزيت المائدة. فهنا من بعد ما خلطته مزيان فغنحيد المعلقه وغنجيب دابا البراميكسر هي اللي غنبدا نخدم بها. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش براميكسر فيمكن لهم غير يشطوا الكاس ديال المولينكس يديروا فيها داك الخليط ديال الاملو ويخدموا المولينكس ديالهم. فبالنسبه لي انا كنفضل هاد البراميكسر كنطحن بها مزيان، هي اللي كنفضل نخدم بها. فبالنسبه للكاس ديال المولينكس هاد البراميكسر فكنديروها غير باش يندمج لينا املو مع الزيت مع العسل اللي خدمنا به. هذاك الشيء علاش كنخدموا هي بالكاس ديال المولينكس هي بالبراميكسر، لاننا طحنا في الاول كاوكاو مزيان فطحناه مزيان. فهذا هو الشكل النهائي ديال الاملو اللي خدمنا اليوم مع بعضياتنا، وهذه الكثافه اللي انا بغيتها تكون فيه. كما قلت لكم الا بغيتوا الكثافه ديال الاملو تكون خف من هكا يمكن لكم تزيدوا حتى الكاس ونص ديال الخليط ديال زيت الزيتون وزيت المائده. فهذا هو الشكل النهائي ديال الاملو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى وصفتنا ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا القناه ديالنا لاول مره وعجبهم المحتوى ديال القناه ديالنا، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا الى عجبتكم القناه ديالنا بطبيعه الحال. وبالنسبه للناس المتتبعين ديالنا فما تنساوش تضغطوا على لايك وتكتبوا لنا كومونتير كيكون زوين في حقنا. شكرا لكم بزاف في هذه قناتكم قبل ما تكون قناتنا. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.